إنها الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعونا من الميدان من تلفزيون مستقبل وفي العناوين. المحكمة الدولية تناقش إمكان الاستماع إلى شهادة مروان حمادي في جلسة الاثنين بعد كشفها أمس عن ظهور رقم الأسد على هواتف المتهمين باغتيال الحريري. إصابة 3 عسكريين بانفجار يبوة ناسفة في وادي عطا في إرسال، وجبهة النصرة تتهم حزب الله بزرعها. مسيرات دعما للقدس تتخللها مواجهات عند حاجز قلندية، والاحتلال يسمح للمصلين من مختلف الأعمار بدخول الأقصى. وفي النشرة تتابعون أيضا في الرياضة، الرياضي والحكمي في بطولة أبو ظبي الدولية الثانية لكرة السلة، وتلفزيون مستقبل الناقل الرسمي. بعد المفاجأة المدوية التي كشفت في جلسة غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية أمس بإعلانها ظهور اسم رئيس النظام السوري بشار الأسد في وثائق التحقيق، كما برز رقم هاتفه المباشر ضمن الهواتف التي جرى التواصل معها من قبل المجموعة المتهمة بتنفيذ جريمة 14 من شباط، تتخذ الغرفة اليوم قرارها بشأن مقبولية شهادة النائب مروان حمادي والأدلة التي سيدلي بها، في ظل توقعات بأن تتم الموافقة عليها وفق ما رجحت القاضية نورث وورثي خلال جلسة ما قبل الظهر، بعد محاولة فريق الدفاع إبعاد حمادي عن منصة الشهادة. وقد رفع رئيس الغرفة الجلسة للاستراحة والتشاور قبل إعلان القرار بعد نقاش مستفيض بين فرق الدفاع والادعاء حول هذه المقبولية. على مدى نحو ساعتين أدلت فرق الدفاع عن المتهمين في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بمذكرات شفهية لعرض أسباب اعتراضهم على اعتماد الأدلة الواردة في إفادة الشاهد مروان حمادي وإفادات 9 شهود آخرين أعلن عنهم ممثل الادعاء متصلة بالسياق السياسي، وهو ما رد عليه ممثل الادعاء في ختام الجلسة. وقبل أن تصدر غرفة الدرجة الأولى قرارها بشأن مقبولية هذه الأدلة أم لا، توالى محامي المتهمين مرعي وبدر الدين على الكلام، فاعتبر الأول أن لا قيمة ثبوتية لهذه الأدلة، وأن فريقه غير جاهز للسياق الجديد في القضية بسبب التغيير المستمر في قائمة الأدلة، وهو ما يسبب ضررا لفريقه، طالبا فترة من الوقت للاستعداد لمواجهة أدلة حمادي تتعدى الأسابيع الأربعة. مسألة عدم الاستعداد رد عليها ممثل الادعاء كاميرون، فأكد أنه أبلغ فرق الدفاع بنيته استدعاء حمادي قبل شهر من الآن. أرسلت رسالة إلكترونية منذ حوالي شهر سألتهم فيها ما هو الوقت الذي يحتاجون فيه للاستجواب المضاد للسيد حمادي، وقلت منذ حوالي شهر أننا ننوي أن نستدعيه في 17 من تشرين 2 نوفمبر إن أذنت المحكمة بذلك القادري. وهل تلقيت جوابا من فريق الدفاع عن السيد مرعي عن الوقت الذي يحتاجون إليه للاستجواب المضاد للسيد حمادي؟ السيد كاميرون: لا، لم أتلقى جوابا. ممثل بدر الدين اعتبر التغيير في مسار قضية الادعاء يستوجب تغييرا في استراتيجية عمل الدفاع، معلنا أنه سيطلب تعديل قرار الاتهام إذا قبلت هذه الأدلة. موقف فرق الدفاع دفع برئيس الغرفة القاضي ديفيد ري لسؤالها لماذا لا تعتبر أن إفادة حمادي قد تشكل أدلة نفي بحق المتهمين. في ختام الجلسة رد الادعاء فأكد أن الدليل قد يكون موجودا في إفادة أو وثيقة. نحن في الادعاء لا نعتبر أن هذه الأدلة هي مادية، أي أنها على علاقة بأفعال أو امتناع عن أفعال من قبل المتهمين. وكان فريق الدفاع في جلسة الأمس كشف ما حرص الادعاء العام على عدم فضحه، بحيث ظهر اسم رئيس النظام السوري بشار الأسد في وثائق التحقيق في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وبرز رقم هاتفه المباشر من ضمن الهواتف التي جرى التواصل معها من قبل المجموعة المتهمة بتنفيذ جريمة 14 من شباط 2005. وقالت المحامية دائلان: لقد تبين أن هناك علاقة بين هواتف الشبكة الخضراء وحزب بالله وبشار الأسد. في مسلسل الاعتداءات على الجيش ودورياته، استهدفت عبوة ناسفة آلية للجيش كانت متوجهة إلى أحد المراكز في محلة وادي الرعيان عين عطا على أطراف عرسال، مما أدى إلى إصابة 3 عسكريين.
آلية عسكرية للجيش اللبناني كانت متوجهة إلى أحد المراكز في محلة وادي الرعيان عين عطا تعرضت صباحا لانفجار عبوة ناسفة زرعت على جانب الطريق في محيط بلدة عرسال، ما أدى إلى إصابة 3 عسكريين بجروح بينهم ضابط. وفي بيان لها ذكرت قيادة الجيش أن دورية أخرى توجهت برفقة الخبير العسكري للكشف على موقع الانفجار تعرضت لإطلاق نار من قبل مسلحين في جرود البلدة، ردت على أثرها على مصادر النيران بالمثل ولاحقتهم باتجاه التلال والمرتفعات المحيطة بالبلدة. وفيما اتخذ الجيش التدابير الميدانية اللازمة في المنطقة، كلف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الشرطة العسكرية والخبير العسكري ومديرية المخابرات إجراء التحقيقات الأولية في الحادثة. إلى ذلك، فكك الجيش اللبناني عبوتين ناسفتين معدتين للتفجير بالقرب من المكان المستهدف. من جهتها أعلنت جبهة النصرة عبر حسابها على موقع تويتر أن عنصرين من حزب الله أقدما على زرع لغم في وادي عطا الليلة الماضية وقد انفجر اليوم في الجيش اللبناني. أوقف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر 5 أشخاص وادعى عليهم في جرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح بهدف القيام بأعمال إرهابية ونصب كمين للجيش في بلدة المحمرة وإطلاق النار عليه، مما أدى إلى قتل وجرح عدد من عناصره، وأحال الادعاء إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدة. دعا وزير الصحة وائل أبو فعور خلال جولة له على مركز الأبحاث في الفنار للكشف على طريقة فحص العينات إلى عدم التشكيك بالدولة وبأبنائها، منتقدا بعض أصحاب المصالح والسياسيين المتعاطفين معهم، وقال العينات كلها سليمة، وتمنى أن يتوقف العهر السياسي والفجور السياسي والعهر التجاري والفجور التجاري. وقال نحن قلنا إننا لا نستهدف أحدا من المؤسسات، وتابع هناك فجور في وجه حملتنا وكأن المطلوب التراجع والاعتذار إلى المؤسسات الكبرى وكأننا شهرنا بها، مؤكدا أن هذه الوثائق العلمية تبرهن حقيقة هذه الحملة. أضاف أبو فعور ما صدمني اليوم أن الكارثة الكبرى هي في مزارع الدجاج وسنركز الحملة على مزارع الدجاج، وأعتقد أنه سيتم إغلاق العديد منها، واليوم تم إغلاق ملحمة. من جهته أكد رئيس المصلحة ميشيل أفرام أن كل العينات التي يستقبلها المركز بهدف تحليلها تتوفر فيها المعايير والشروط المطلوبة. بتمنى أن يتوقف العهر السياسي والفجور السياسي، بتمنى يوقف العهر التجاري والفجور التجاري اللي عم يتم مواجهة هذه الحملة فيه. نحن قلنا من الأساس مش مستهدفين حدا من المؤسسات، والمؤسسات هلا برجع بنشدهم، اللي طلع عنده نتائج غير مرضيه يشرف يراجع الوزاره يعرف شو النتائج ويروح يصلح وضعه، مستعدين نروح نرجع نكشف نبعث العينه ونكشف نرجع نطلع على الاعلام على الملأ نبري ساحته اذا كانت ساحته بريئه. العينه اللي بتوصل لعنا من اي مصدر اذا ما كانت صالحه ما بنستقبلها، وفي كتير عينات من اللي عم تيجي لعنا او ترد للمختبر من وزارة الصحة بنرفضها اذا كنا شاكين انها منا صالحة. المختبر يعمل بطريقة اللي هي تعتمد بالعالم كله باحدث الطرق العلمية، فكل مين بيشكك انه المختبر غير كفو او ما على شيء انه بيقول ممكن احد الموظفين يكون فاسد او هو ادى الى تسميم او تغيير المواد، هذا منه صحيح ابدا وعار عن الصحة. دعا شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن إلى إقرار سريع لقانون سلامة الغذاء الذي من شأن إصداره ثم تطبيقه، كما قال ردع كل العابثين بالأمن الغذائي للمواطنين وبصحتهم. وأكد الشيخ حسن أن هذه الخطوات موضع ثقة كل اللبنانيين، داعيا مجلس الوزراء إلى تلقف هذه المبادرات الإصلاحية ودعمها والسير بها. قطع عدد من آل الحجيري طريق تعلباية سعد نايل احتجاجا على استمرار خطف مصطفى هاني الحجيري وخالد محمد الحجيري. إلى ذلك، أفرج اليوم عن خالد الحجيري من بلدة عرسال والذي كان قد خطف منذ حوالي شهر على خلفية خطف واحتجاز العسكريين.
تصرفات معنا كانت انسانيه جدا، يعني عرفت كيف، ما خلوا لهم جماعه بالنسبه للمعامله، كانوا يعني احسن من اهله واحسن من اخوه، عرفت كيف بالمعامله معه، بس جماعه محرومين اعصابهم على ابنهم، بدهم يعرفوا شيء، ابنه ساعه بيقولوا طيب يا اخي خبرونا عنه، يصورونا صوره لو انه ميت يبعثوا لنا لحتى نطمن، عرفت كيف، طيب الزلمه يبثوا لنا صوره له كمان لحتى نطمن عنه، ما مطلوب اكثر من هيك، وبس بده يا اخي هالزلمه يبين طيب، بيطلع مع العسكري المحجوزين، عرفت كيف، والجماعه يعني بالنسبه أن كانوا أهلنا وإخواتنا، ما زعجونا، ما انزعجنا عندهم خالص خالص خالص. زار النائب جوزيف المعلوف أهالي العسكريين المخطوفين في مكان اعتصامهم في رياض الصلح، وقال المعلوف للأهالي: نحن والشعب اللبناني متضامنون معكم من أجل حل هذه القضية وعودة الشباب بألف خير، معتبرا أنها قضية كل لبناني وأملنا الشرعية السياسية والعسكرية، وهي الملاذ الوحيد لهذا البلد. أضاف المعلوف: نأمل إزالة العوائق من أمام الرئيس تمام سلام والقطبة المخفية التي لا أحد يعرفها من السياسيين إلا الذين يتولون هذا الملف، علما أن هناك تجاذبات فعلية ظهرت بين السياسيين، ولنكن عادلين، الرئيس سلام وغيره يعملون على حل لهذه القضية التي نأمل أن تنتهي قريبا. قال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق: إن الخطة الأمنية لا تزال عرجاء على الرغم من التقدم الذي حققته ببعض الأماكن في صيدا وطرابلس وإلى حد ما في عرسال. المشنوق وخلال ندوة إصلاح الأمن قال إن القوى الأمنية حققت تقدما جديا في العمليات التي حصلت، كما حققت إغلاقا جديا لملفات أمنية وإرهابية كان يمكن أن تتوسع وتتسبب في مشاكل للبلد، خصوصا وأننا على خط الزلازل وأن هناك انقساما عموديا بشأن العلاقة مع النظام السوري. في عنوان سياسي وحيد لازم نحكي فيه بنتيجة العمليات الثلاثة، حتى ما نتخبى وراء اصبعنا، المناطق الثلاثة اللي صارت فيها العمليات الأمنية والعسكرية هي يعني بتشبه بعضها من حيث البيئة ومن حيث الطبيعة ومن حيث الأهل ومن حيث الطائفة ربما. ونتيجة العمليات الثلاثة بين انه هذه المناطق وغيرها طبعا الكثير ما فيها على الإطلاق أي بيئة حاضنة للإرهاب أو قابلة بعنوان الإرهاب، لا عمليا ولا نظريا ولا بأي شكل من الأشكال. وبصراحة هي كانت مفاجأة، لأنه انتماء الناس للدولة بهاي المناطق الثلاثة اللي تعرضت لضرب قاسي ولمشاكل قاسية كتير، ورغم إحساسها بأنه عندها مشكلة سياسية مع أطراف أخرى وعندها يعني شيء من تعتقد أنه في عدم توازن بالتعامل معها، ولكن بقيت على التزامها بالدولة وبقيت على إيمانها بالدولة. النشرة بعد الفاصل. واشنطن تغير للمرة الثالثة على مواقع مجموعة خراسان المرتبطة بالقاعدة في سوريا. اندلعت مواجهات بين مئات الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية بعد صلاة الجمعة عند حاجزي قلنديا وحزم العسكريين بين الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة. يأتي ذلك بالتزامن مع أعلان الشرطة الإسرائيلية فتح الصلاة في المسجد الأقصى المبارك لمختلف الأعمار اليوم، وذلك للمرة الأولى منذ عدة أشهر. رايحين التي أقامها نشطاء فلسطينيون اندلعت مواجهة عنيفة بين مئات الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال على حاجز عسكري إسرائيلي يفصل بين القدس ورام الله، وذلك بعد انطلاق مسيرتين إحداهما نظمتها لجان المقاومة الشعبية والأخرى نظمتها حماس، توجهتا نحو حاجز قلنديا العسكري لكسر الحصار عن مدينة القدس ورفض الاضطهاد الذي تتعرض له المدينة ومدن الضفة الغربية. كما نجح عشرات نشطاء المقاومة الشعبية في اختراق جدار الضم وتوسع العنصري الموجود في محيط مطار قلنديا باستخدام سلالم أعدوها خصيصا لهذا الغرض، ونجحوا في دخول المطار، كما نجح آخرون في إغلاق دوار حزمة شرقي القدس لأكثر من ساعة ومنعوا المستوطنين من دخول القدس. يأتي ذلك فيما أعاد الاحتلال الإسرائيلي اليوم السماح بالصلاة في المسجد الأقصى لمختلف الأعمار، وذلك للمرة الأولى منذ أشهر عدة، وتزامنت هذه الخطوة مع اجتماع ثلاثي في الأردن جمع
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والعاهل الأردني عبد الله الثاني ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري تخلله اتصال بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبحث التهدئة في الأقصى والقدس المحتلة. وقال وزير الخارجية الأمريكية جون كيري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني ناصر جودة أن الإسرائيليين والرئيس الفلسطيني محمود عباس أكدا على التزامهما بالعمل على إعادة الهدوء ومنع التحريض والعنف. للمرة الثالثة أغارت المقاتلات الأمريكية التابعة للتحالف الدولي على مجموعة خراسان المرتبطة بالقاعدة في سوريا وحققت إصابات مباشرة. في المقابل واصلت المقاتلات السورية غاراتها على المدنيين في ريفي حلب ودمشق فيما تجددت المواجهات على جبهات القلمون. في ضربة هي الثالثة منذ بداية آب الماضي أغارت المقاتلات الأمريكية على مجموعة خراسان في الأراضي السورية. وأكدت القيادة الأمريكية الوسطى أن الطيران الأمريكي ضرب هدفا في سوريا مرتبطا بشبكة من عناصر سابقين في القاعدة يسمون مجموعة خراسان التي تعد لهجمات خارجية ضد الولايات المتحدة وحلفائها. هذا واستمرت المواجهات بين تنظيم داعش من جهة وقوات البشمركة والمقاتلين الأكراد من جهة ثانية في كوباني في المدينة الحدودية مع تركيا. وفي الداخل السوري واصلت كتائب الأسد استهداف حي جوبر الدمشقي فيما تصدى الثوار لمحاولة الشبيحة التقدم على محور طيبة ودمروا دبابات لهم. الله أكبر. جبهات القلمون اشتعلت من جديد بين شبيحة الأسد والمعارضة السورية التي استهدفت مواقع وآليات للنظام. أما المنازل في حمص فكانت عرضة لقصف عشوائي بالرشاشات الثقيلة وتحديدا في الوعر والرستن وتلبيسة. المحاور الحلبية شهدت معارك قوية بين الثوار والشبيحة بالتزامن مع قصف عشوائي طاول الأحياء المحررة. أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن المواطنين البريطانيين الذين يصبحون مقاتلين أجانب في الخارج قد يمنعون من العودة إلى بريطانيا بمقتضى قوانين جديدة صارمة. كاميرون وفي كلمة ألقاها في البرلمان الأسترالي أوضح أن مشروع قانون جديدا لمكافحة الإرهاب سيمنع أيضا شركات الطيران من الهبوط في أراضيها إذا لم تتقيد بلوائح حظر السفر التي تصدرها بريطانيا أو إجراءات التفتيش الأمني. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها سترسل نحو 70 مدعيا إلى 14 بلدا في البلقان والشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمساعدة في التحقيق مع المقاتلين الأجانب الإرهابيين الآتين من سوريا وحالتهم أمام القضاء. وزير العدل الأمريكي المنتهية ولايته أريك هولدر أوضح أن هذه الطواقم القضائية المتخصصة ستقدم مساعدة أساسية إلى الحلفاء لمساعدتهم في ملاحقة من يعودون من سوريا، لافتا إلى أن التعاون سيتم على صعيد تقاسم المعلومات والتحقيقات والملاحقات القضائية ومكافحة التطرف العنيف. استعادت القوات العراقية السيطرة على مدينة بيجي الاستراتيجية وطردت تنظيم داعش منها فيما أبلغ رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي الكونغرس الأمريكي أن العراق يحتاج 80,000 جندي مدرب لاستعادة الموصل والأراضي الأخرى التي استولى عليها داعش. وسط استمرار المواجهات المسلحة والاشتباكات بين القوات الأمنية العراقية مدعومة بمقاتلي العشائر بوجه تنظيم داعش المتطرف، استعادت القوات العراقية السيطرة على مدينة بيجي الاستراتيجية بعد طرد مسلحي داعش منها إثر استيلائهم عليها لأشهر عدة. كما صدت القوات الأمنية هجوما لتنظيم الدولة الإسلامية كان سيستهدف 3 مناطق بمدينة الرمادي، في حين أدت غارات التحالف الدولي إلى مقتل عدد من مسلحي التنظيم في منطقتي بيجي والشرقات. في هذه الأثناء قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي أثناء جلسة استماع في الكونغرس أنه سيدرس إرسال مستشارين عسكريين أمريكيين لمرافقة قوات برية عراقية إذا تقدمت ضد متشددي داعش في مناطق صعبة
حول الموصل وعلى الحدود بين العراق وسوريا. وفي الجلسة نفسها أعلن وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل أن بلاده وحلفائها استطاعوا تعطيل تقدم تنظيم داعش في مناطق في العراق. تزامنا يعتزم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إجراء تعديلات عاجلة في قيادات وزارة الداخلية، وذلك على غرار التغييرات التي أجراها قبل يومين في وزارة الدفاع. دوليا رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون بالاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان لتسوية النزاع المتعلق بالميزانية وصادرات النفط، فيما أعلن وزير المالية العراقية هوشيار زيباري أن الحكومة الاتحادية وافقت على صرف رواتب موظفي إقليم كردستان من الميزانية الاتحادية والمتوقفة منذ بداية العام الحالي. بالنشرة بعد الفاصل، كميات ضخمة من المياه العذبة قبالة شاطئ صور. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان وقد تابعتم فيها. المحكمة الدولية تناقش إمكان الاستماع إلى شهادة مروان حمادي في جلسة الاثنين. إصابة 3 عسكريين بانفجار عبوة ناسفة في وادي عطا في عرسال. ومسيرات دعم للقدس تتخللها مواجهات عند حاجز قلنبية. أقفل أصحاب الشاحنات الطريق ظهر البيدر قرب مفرق عين الصحة لبعض الوقت احتجاجا على المواعيد المحددة لسير شاحناتهم، وقد عملت القوى الأمنية على تحويل السير في اتجاه طريق ترشيش. بحث مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى مع وفد من آل جعفر في الشؤون المعيشية والأوضاع التي تشهدها منطقة البقاع الهرمل وعكار، وفي كيفية تحصين السلم الأهلي ووأد الفتنة بين أبناء الوطن الواحد. ووجه الوفد لسماحته دعوة لزيارة آل جعفر في الهرمل وعكار. في البيرو أمر القاضي أنخيل مانديفل بحبس اللبناني محمد غالب 18 شهرا على ذمة التحقيق وإعداد الاتهام الذي سيوجه إليه. وقال الادعاء إن غالب اعترف للشرطة أنه كان يجمع معلومات لمصلحة حزب الله، وذكر أنه عثر في متعلقاته على آثار مادة متفجرة سائلة وصور لمطار ليما. وفيما نفى غالب صلته بحزب الله أشار خلال جلسة إجرائية إلى أن الشرطة انتزعت منه اعترافات بالإكراه، لكنه اعترف بأنه دخل البيرو بأوراق مزورة. بالتزامن مع إعداد الزميل ربيع شنطف وفريق العمل تقريرا عن المطاعم، أقدم شخص على الانتحار راميا بنفسه من احد مطاعم الروشي. الحاله من فوق قعدوا حتى راضوا كم حاله اي حاول ربطنا بالحبل. على هذه الطاوله في مطعم على الروشي كان يجلس ابن 58 عاما الف تي قبل ان يرمي بنفسه في البحر. لقيته كان جوا زبون هو بالمطعم حاطط وراءه على الطاوله حسب ما سمعته هيك وفاز، بس شفته انا عم هو نازل عم يضرب بسخوه وطش على المي. طب انت بتعرفه قبل كان يجي لهون قبل؟ لا 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 اول مره بس مرة. بس حسب ما سمعت انه قالوا انه من منطقه الغازيه. اتصلنا بالقوى الامنيه ودغري يعني والصليب الاحمر مباشره دغري على السريح كانوا هون، وفي زورة من تحت من البحر شاب وصبيه سحبوهن من الحبل. ابن بلدة الغازية ووفق ما وصف للمستقبل موظفون في المطعم كان يجلس ويفكر بعد أن طلب نرجيلة وكوبا من العصير. النرجيلة يبدو أنها لم تغير من مزاج الرجل الذي قفز مخلفا إليها مسبحته ومحفظته وسترته البنية. كشف نقيب الغواصين في لبنان محمد السارجي عن وجود ثروة مائية هائلة من المياه العذبة في عرض البحر، لا سيما في المنطقة الممتدة ما بين مصب نهر الليطاني في القسمية والناقورة. وقبيل جولة قام بها في عرض البحر لإجراء عملية استخراج للمياه من تلك المنطقة، لفت السارجي إلى أن عشرات الآبار من المياه الجوفية العذبة قبالة القسمية تكفي لبنان، لا سيما في ظل الظروف المائية الصعبة، مشيرا إلى أنه سيتم إنزال غاطسة بعمق 40 مترا وصولا إلى قاع البحر وشفط المياه من البئر وتعبئتها لإجراء الدراسات عليها. ندوة في الصيدة بعنوان بين الطائف والاستقلال، والوزير السابق إدمون رزق يحذر من خطورة الفراغ في سدة الرئاسة ويتحدث عن أهمية تطبيق اتفاق الطائف.
عشية الذكرى 71 للاستقلال في لبنان، رأى الوزير السابق إدمار رزق أنها تأتي في محنة مشهودة والوطن في خطر، داعيا إلى انتخاب رئيس للجمهورية يرعى عملية أحياء المؤسسات وعمل السلطات وتطبيق اتفاق الطائف والعودة إليه. كلام رزق جاء خلال ندوة بعنوان بين الطائف والاستقلال، جرت بدعوة من منسقية الجنوب في تيار المستقبل في صيدا، استعرض خلالها لوثيقة اتفاق الطائف وبنودها وأهدافها نظرا لدوره في صياغتها أنذاك، ومتوقفا عند الدور الهام للرئيس الشهيد رفيق الحريري في إنجاز هذا الاتفاق. وقد حضر الندوة شخصيات حقوقية ودينية وثقافية واجتماعية ومختلف قطاعات ومكاتب ولجان تيار المستقبل في صيدا. نخلص إلى توجيه دعوة ملحة إلى انتخاب رئيس الجمهورية يرعى عملية إحياء المؤسسات وعمل السلطات، ونهيب بالمعنيين أن يتباروا في البذل والتضحية ولا يتهافتوا على الكراسي والمواقع. إن الكيان اللبناني مهدد والشعب اللبناني مبدد، وليس لنا غير الصحوة والوحدة، وما من إطار للبدء إلا المصالحة مع الذات بالتزام وثيقة الوفاق وأحكام الدستور. وكانت كلمة ترحيبية لمنسق التيار في الجنوب الدكتور ناصر حمود، حيث نقل تحيات النائب بهية الحريري وأمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري، معتبرا أن هذا اللقاء مع الوزير إدمار رزق يكتسب أهمية كبيرة، لأن لبنان الوطن والمؤسسات يمر في أوقات عصيبة ومصيرية تهدد الدولة والكيان. نقلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من داخل فلسطين المحتلة وعبر بوابة النقورة الحدودية جثة اللبناني علي عبد الرسول خواجة، وسلمتها إلى الصليب الأحمر اللبناني الذي نقلها بدوره إلى ذويه في بلدة عيترون قضاء بنت جبيل. وخواجة كان فر إلى إسرائيل بعيد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من لبنان في العام 2000. انطلقت اليوم ورشة عمل متخصصة للشركات اللبنانية المعنية بتصدير المنتجات الزراعية والغذائية إلى روسيا بحضور وزيري الصناعة والاقتصاد وشخصيات اقتصادية وممثلي الشركات المصدرة. الكلمات شددت على أهمية الزيارة المقررة إلى روسيا في 16 حتى 18 من الشهر الحالي، سعيا للاجتماع مع غرفة التجارة وأركان القطاع الروسي لتأمين أسواق جديدة للمنتجات اللبنانية. وتأتي هذه الزيارة في ضوء التطورات والحظر المفروض على استيراد السلع والمنتجات الغذائية من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان إلى روسيا. في النشرة بعد الفاصل، الحوثيون يسيطرون على قرية خبزة اليمنية بعد أسبوع من المعارك مع القبائل. دانت دار الإفتاء المصرية ما جاء بالتسجيل الصوتي المنسوب لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، والذي أعلن فيه تمدد التنظيم إلى مصر ودول أخرى، مؤكدة أن دحر الإرهاب سيكون على أيدي المصريين. تزامنا أعلنت القوات المسلحة المصرية تصفية 5 عناصر من جماعة أنصار بيت المقدس في سيناء من خلال حملتين نوعيتين. سيطر المسلحون الحوثيون على قرية خبزة بمحافظة البيضاء وسط اليمن بعد نحو أسبوع من المواجهات المتقطعة مع مسلحي القبائل التي خلفت عشرات القتلى والجرحى من الطرفين. وبعد استيلائهم على القرية بدأ الحوثيون تفجير منازل المواطنين من أهالي القرية الذين شاركوا في المعارك ضد الجماعة خلال الأيام الماضية. عاصفة ثلجية تضرب بعض الولايات الأمريكية وبركان ثائر في هاواي بالتزامن مع حرائق غابات في أستراليا. في وقت واحد مناطق أمريكية تغمرها الثلوج وأخرى أسترالية تلتهمها الحرائق، وما بينهما بركان ثائر منذ 5 أشهر. فولايات أوهايو وويسكونسن وأوريغون وإنديانا الأمريكية وغيرها تشهد عاصفة ثلجية وطقسا جليديا عرقل حركة المرور وأثر سلبا على حياة السكان الذين تحدثوا عن ثلوج غزيرة بلغت مستوى قياسيا لناحية كثافتها وسماكتها. الزائر الأبيض في المدن الأمريكية لم يخطف
في الأضواء من ظاهرة طبيعية أخرى تشهدها ولاية هاواي الأمريكية، وهي بركان كيلوا الثائر الذي يواصل إطلاق سيل من الحمم التي بدأت تتمدد في شوارع بلدة باهو، ما أجبر الآلاف على ترك منازلهم. شرارة الحمم البركانية في هاواي لا تقل خطورة عن ألسنة النيران التي أتت على مساحات شاسعة من الغابات في قرية واريمو الأسترالية غرب سيدني. خرجت النيران عن سيطرة رجال الإطفاء الذين ناشدوا سكان المنازل المجاورة إخلاءها فورا. فاصل قصير نتابع بعده النشر.